ترتبط مصر ومملكة البحرين بعلاقات أخوية راسخة ومستقرة تنطلق من رؤية البلدين الموحدة تجاه قضايا المنطقة. وشهدت العلاقات بين مصر والبحرين ازدهارا كبيرا وبلغت أسمى مراتب التضامن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجلى ذلك من خلال التعاون الوثيق بين الدولتين ومن خلال تبادل الزيارات الرسمية. علاقات قوية ومتينة تتميز بالاستقرار والأخوية، تلك هي العلاقات المصرية البحرينية التي تنطلق من رؤية موحدة للبلدين إزاء قضايا المنطقة. العلاقات بين القاهرة والمنامة بلغت أسمى مراتب التضامن ووحدة الصف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبر العهد الأكثر ازدهارا في العلاقات مع البحرين بشكل خاص والخليج العربي بشكل عام. وخلال الفترة الأخيرة، وفي ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطورات وتسارع في الأحداث، أصبحت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي التعاون الوثيق بين القيادتين وتأكيد البلدين دعمهما ومساندتهما للآخر في مواجهة مختلف التحديات والتعاون المشترك في شتى المجالات. مملكة البحرين كانت من أوائل الدول التي أيدت ثورة 30 من يونيو، واعتادت ممثلة في قياداتها السياسية مشاركة مصر بجميع مناسباتها الهامة، كما تبادل قادة البلدين الزيارات الرسمية خلال السنوات الماضية. التعاون بين القاهرة والمنامة يعود إلى تاريخ وصول أول بعثة تعليمية مصرية إلى البحرين قبل استقلالها في عام 1919، وظل التعاون بين البلدين حاضرا حتى اليوم. كانت مصر سباقة بإعلان الدعم الرسمي للبحرين طوال تاريخها، حيث كانت من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف باستقلال البحرين عام 1971، وتقديم أول سفير مصري لأوراق اعتماده بالمنامة عام 1973. إذن تعاون وثيق ورؤية موحدة تجمع البلدين تجاه قضايا المنطقة، وتنسيق متبادل لمواجهة مختلف التحديات، هي عوامل تميز العلاقات المصرية البحرينية التي تمتد عبر الكثير من السنوات.